السلام عليكم، أهلا بكم في أول محاضرة من محاضرات كورس الأوتوكاد. في البداية هتكلم عن تفاصيل الكورس من حيث يناسب مين واللي هندرسه في الكورس والطريقة اللي هنمشي مع بعض بيها في الكورس. بعد كده هدخل على شرح البرنامج. أول حاجة، الكورس مخصص للناس اللي أول مرة تتعامل مع البرنامج أو أول مرة تشتغل على البرنامج، وبالأخص الناس اللي بتدرس كورس الأوتوكاد في كليتهم. تاني حاجة اللي هندرسه في الكورس إن شاء الله هندرس أوتوكاد 2D و3D. في جزء ال 2D هندرس إزاي نرسم أي رسمة في ال 2D، وبالأخص الرسومات العمليات الهندسية والملمسات. في جزء ال 3D هنتعلم إزاي نرسم الأيزومتريك، وإزاي نعمل له إفراد للمساقط بتاعته، وإزاي نعمل له قطاعات وتهشيم. وطبعا هيكون في تمارين على الحاجات دي. تالت حاجة، هنمشي مع بعض في الكورس طريقة مجموعة أوامر، ثم تمارين على الأوامر دي، بحيث في محاضرة أو محاضرتين نعرف مجموعة أوامر، والمحاضرة اللي بعدها أو المحاضرتين اللي بعدها ناخد مجموعة التمارين اللي نقدر عليها، بحيث إن احنا نطبق على المعلومات أو نطبق على الأوامر اللي احنا خدناها، بحيث اللي احنا يبقى عندنا خلفية عن استخدام الأوامر ديت حقيقيا في التمارين. في كل محاضرة هيكون فيها تمارين إن شاء الله، هتلاقي تحت الفيديو مجموعة تمارين في PDF، بحيث إنك تتمرن أكتر على التمارين دي. تمام، ندخل بقى على شرح البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. دي واجهة البرنامج، أول ما تفتح البرنامج دي قائمة الريسنت فايل، اللي هي آخر فايلات أو آخر رسومات أو آخر مشاريع أنت نفذتها على البرنامج. بيحط لك هنا هو البرنامج، بيضيف لك أول خمسة آخر خمسة أو ست مشاريع أنت اشتغلت فيهم على البرنامج. تقدر تفتحهم على طول من غير ما تتعب نفسك. طيب لو أنت عندك مشروع انت مخلصه من زمان ومسيفه على اللاب بتاعك او مسيفه على الجهاز بتاعك وعايز تفتحه، بتضغط ان هو على اوبن فايل، وبتحدد المكان اللي انت مسيف فيه المشروع بتاعك قبل كده او الرسمة بتاعتك، وبتفتحه وتشتغل فيه عادي. تمام، اللي في اليمين ده هو النوتيفيشنز ديت عبارة عن الاشعارات بتبعتها لك شركة اوتوديسك على الايميل بتاعك اللي احنا كنا مسجلين بيه قبل كده، واحنا بنحمل البرنامج من موقع اوتوديسك. لما تعمل من هنا ساين ان وتدخل بالايميل اللي احنا سجلنا بيه. تمام، فين هو ليرن، لو ضغطت عليها كده بيجيب لك مجموعة فيديوهات يعني الشركة بتكون عاملاها، شركة عاملاها، بحيث ان انت تتدرب عليها وتفهمك البرنامج عن طريقهم هم يعني. تمام، احنا هنرجع، احنا هنبدأ رسمة جديدة، فهنضغط نهوت على start drawing او من علامة بلاس ديت نضغط new drawing. تمام، نضغط هنا على start drawing. هنعرف كل حاجة في البرنامج. الشاشة السوداء ديت اسمها الورك سبيس او المساحة اللي انا برسم فيها. المساحة السوداء ديت او مجموعة الاوامر دي اسمها ريبون. الريبون دي بتحتوي على مجموعة تابس، كل تابس من دول بتحتوي على مجموعة من بانلز. كل بانلز من دول بتحتوي على مجموعة من الأوامر، زي أوامر الدروينج أو أوامر الموديفاي أو النوتيفيشنز أو الليرز، والحاجات دي كلها هنمر عليها في الكورس إن شاء الله. في تحت هنا هو مجموعة من الأوامر المساعدة في الرسم، وديت اللي هنمر عليها كمان في الكورس ده. الكوماند لاين، الكوماند لاين ده خاص باللي أنا لو عايز اعمل حاجة بقولها للبرنامج وهو بيقول لي اللي انا اعمل ايه، يعني زي ايه محاور ما بين وما بين البرنامج. ممكن ان انا اشيله من علامة الاكس ديت لو انا عايز اشيله. نوت بيقول لي لو انت عايز تظهره تاني بتضغط كنترول زائد 9. انا قلت يس كده اهوت، كده اختفى. لو انا عايز اظهره تاني بضغط كنترول زائد 9 فظهر معايا اهو. طيب لو عايز اغير المكان بتاعه اقوم ضاغط هنا كده واقوم نقله في المكان اللي انا عايزه، هنا هنا في اي مكان. طيب لو نزلت تحت كده اهوت، بص اتغير شكله اهوت، بقى بعرض الشاشة كلها، بعرض السكرين كلها. انا هجيبه هنا اهوت كده اهو. تمام، ده بالنسبة للكوماند لاين. هنا اهوت في شريط فوق هنا اهوت او منيو فوق اسمها المنيو بار دهيت. لو مش ظاهرة معاك تظهرها من هنا، تضغط على السهم ده، وتحت هنا اهوت عشان انا اعمل لها عارضة فكاتب لي ان هو هايد، يعني لو عملت كده اهوت هايد اضغط هنا اهوت واعمل هنا شو منيو بار فتظهر معايا. ده مهم جدا.
ده بالنسبة لواجهة البرنامج. هنتكلم على شوية إعدادات كده ونظبطها قبل ما نشتغل في البرنامج. أول حاجة نظبط الوحدات اللي احنا هنشتغل بيها. من هنا نضغط على حرف الـ A ده، وبعد كده نضغط على Drawing Units، نظبط الوحدات اللي احنا هنشتغل بيها. نضغط هنا على Units. هنا اللينس هنشتغل بالديسيميل، والأنجل هنشتغل بالديسيميل ديجريز، تمام. بعد كده هنشتغل السكيل بتاعنا هو بالإنش، هنخليه بالملي مترز. بعد كده هنضغط أوكي. دي بالنسبة للوحدات بتاعتنا. طيب عايزين نظبط الخلفية ديت، أو إزاي نعدل فيها، أو إزاي نعدل في الريبون ديت، أو يعني اللي إحنا نعرف إزاي نعدل في أي حاجة في البرنامج. من قائمة أوبشنز، طيب نجيبها إزاي؟ هتضغط كليك يمين وتختار آخر واحدة أوبشنز هيت، تمام. طيب أجيبها منين تاني؟ ممكن من حرف الـ A وتختار إن أوبشنز هيت، واختيار تالت كمان تضغط OB اللي هو اختصار أوبشنز، وتضغط إنتر فيظهر لك القائمة. أول أوبشن معايا اللي هو الديسبلاي اللي هي الرؤية. الكالر سيم اللي هي الريبون ديت هنا معمولة دارك سودة، لو أنا عايزها بيضة أقوم مغير إن هو لايت وأقوم عامل أبلاي، هتتغير كده للبيضة اللي هي الريبون اللي فوق دي والشريط اللي تحت ده، تمام. طب أنا شغال عليها دارك، أعمل دارك سودة وأضغط أوكي. طيب بعد كده لو عايز أغير، أعرف أغير في الورك سبيس ديت، أضغط هنا من كالر وأقوم مغير البلاك ديت أخليها وايت، وأقوم عامل أبلاي أو أي لون تاني من هنا من الكالر، بحدد اللون اللي أنا عايزه وأقوم ضغط أبلاي. أنا هخليها هشتغل على أسود أبلاي. حاجة كمان الكروس هير سايز اللي هي الماوس اللي أنا شغال بيه، شكل أو حجم الماوس اللي أنا شغال بيه هنا 5، لو جيت زودته وليكن كده على 30 عملت أوكي. شوف بقى قد إيه. طيب انا عايز اصغره تاني، هضغط او بي اوكي، فتح لي القايمه. اقوم عامل كروس هير سايز اخليه 5 واقوم ضاغط ابلاي. تاني حاجه الاوبن اند سيف. الاوبن اند سيف ان هو الفايل انا بسيفه بنسخه اقل من اللي انا شغال عليه، بحيث اللي انا لو سيفته على 2007 فيقوم بعد كده لو الملف اللي انا سيفته ده بفتحه على نسخة 2008 او 2009 او 2010 وانت طالع اللي هي النسخ اللي بعد 2007 فيفتح معايا عادي. طب لو جيت انا سيفته على النسخة مثلا اللي كل انا شغال على، لو سيفته على 2018، لو جيت بعد كده فتحته على 2017 ما يفتحش معايا. فانت على طول تسيف على ايه، على نسخة اقل حاجة وليكن 2007، بحيث ان انت يفتح معاك بعد كده على اي نسخة احدث من كده، مفيش ما يحصلش معاك اي مشكلة. حاجة كمان الاوتوماتيك سيف. الاوتوماتيك سيف ده اللي انت البرنامج طول ما انت شغال عليه بتدي له وقت اللي هو بيسيف لوحده. انا عامله ان هو 5 دقايق، انا عامله 5 دقايق، يعني كل 5 دقايق البرنامج بيسيف لوحده، تمام. بعد كده السليكشن ان السليكشن ديت في زرار ان مهم جدا اللي هو لو بريس اند دراج فور ليزون ديت، لو علمت عليه بص كده علمت عليه وضغط اوكي. بص كده وانت بتحدد التحديد بيبقى عامل ازاي، شوف شكل التحديد ده مش مستحب في البرنامج. طب انا عايز اغيره، اضغط او بي واضغط انتر ومع السليكشن ان واشيل التحديد من على اللو بريس دي، تمام. بعد كده هضغط اوكي، تمام. بص الشاشه السوداء دي فيها جريلات، لو انا عايز اشيلها اللي هي المربعات دي اسمها جريلات، لو انا عايز اشيلها اضغط هنا على جريل جريد مود تقوم تتشال معايا. طب انا عايز اسيبها اقوم ضاغط على الجريلات دي، تمام. كده ظبطنا الاعدادات بتاعت البرنامج، والبرنامج خلاص بقى مهيأ اللي احنا نشتغل عليه. ندخل على أوامر الرسم بتاعتنا، وهناخد في المحاضرة ديت أمر اللاين والبلو لاين، ونكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. أمر اللاين اللي هو بمعنى اللي هو عايز ترسم خط، عشان أفعله أروح أضغط عليه هنا أضغط عليه كليك
ان هو قال لي ايه في الكوماند لاين، بيقول لي اللي انت مفعل امر لاين، بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني ايه حدد لي نقطه البدايه، وليكن اقول له ايه نقطه البدايه اهي. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت اور انت، وليكن ادي النقطه اللي عليها الدور كده. انا رسمت ايه، رسمت خطين، رسمت خط معلومه ايه، معلومه نقطتين، نقطه البدايه اللي انا عارفها ونقطه النهايه. طيب بعد كده بيقول لي سبيسيفاي، لسه الامر متفعل معايا، لسه امر لاين متفعل معايا، بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت اور اندو، يعني ايه، يعني بيقول لي حط لي النقطه اللي عليها الدور ولا عايز ترجع للنقطه الاولانيه. لو قلت له ادي النقطه اللي عليها الدور، بيقول لي ايه، بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت اور كلوز اور اندو. تعال نجرب اندو بتعمل ايه. اندو علشان افعلها او علشان اختار اندو، ممكن اضغط عليها من هنا كده رجعني لنقطه النقطه اللي قبلها، اضغط هنا تاني عشان افعلها تاني او علشان ارجع واحده تاني، اعمل يو انتر اهو رجعت، ارسمه تاني. طيب ايه تاني ممكن اعملها، كنترول زد، اضغط كنترول زد يرجعني النقطه اللي قبلها. يبقى كده عرفنا اندو بتعمل ايه. طيب ايه كلوز بقى؟ كلوز ظهرت لي بعد ما رسمت تاني خط، يعني رسمت اول خط اهو وتاني خط اهو، تالت خط بقى اللي عليه الدور ده، بيقول لي ايه سبيسيفاي نيكست بوينت اور كلوز اور اندو. عارف ان اندو بتعمل ايه؟ كلوز يعني بيقول لي ايه اللي انت تقفل الشكل بتاعك اللي انت رسمته، يعني ايه لو ضغطت كده سي انتر اللي هو اختصار كلوز، فايه رسم لي، قفل لي المثلث بتاعي، قفل لي المثلث بتاعي. طيب لو جيت انا مسحت، حددت الخط ده وضغطت ديليت الكيبورد، فاتمسح معايا الخط. لو جيت عملت ضغط عشان افعل امر لاين بالاختصار بتاعه، اضغط ال انتر كده اتفعل معايا امر لاين اهو. طيب اعمل اسكيب، خلاص راح الامر، مفيش اي اوامر متفعله معايا. لو ضغطت انتر فعل لي ايه امر لاين. طب ليه اتفعل معايا؟ عشان ده اخر امر انا كنت شغال فيه. يبقى لما اضغط، لما اطلع من اي اوامر كده اهو، اطلع من اي اوامر واضغط انتر او مسطره، بيفعل لي اخر امر انا شغال بيه، او انا كنت شغال بيه. تمام. يبقى انا اضغط مسطره ففعل لي امر لاين. لو ضغطت وليكن هنا نقطه بدايه الخط، بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت اور اندو، وليكن ادي نقطه النقطه اللي عليها الدور، بيقول لي ايه، بيقول لي برضه سبيسيفاي نيكست بوينت اور اندو، بس ان هوت ايه ما فعلليش كلوز. طب ليه؟ انا راسم ثلاث خطوط اهوت، المفروض بيفعل كلوز بعد ما ارسم خطين. لا، هنا هوت بقى ايه، انت بيحسب لك من عند اخر نقطه انت بادئ بيها. بمعنى انا بادئ الشكل ده هوت من النقطه دي، ورحت انهيته هنا اهو، الرسمة الجديدة أو بداية الرسمة الجديدة بدأت من هنا أهو، فأنا ما بيحسبليش إيه؟ ما بيحسبليش إن دي نقطة البداية، لا، بيحسب لي دي نقطة البداية. طيب هحدد لك، أثبت لك الكلام ده إزاي؟ أدي عملت النقطة اللي عليها الدور، ظهرت كلمة كلوز، لو ضغطت على كلوز دلوقتي المفروض يقفل فين؟ المفروض يقفل هنا، ده على معنى كلامي اللي أنا أقول، اللي أنا بقول لك إيه؟ إن نقطة البداية بيحددها من عند آخر مرة أنت اشتغلت منها، يعني آخر مرة أنا اشتغلت منها اللي هي إيه؟ النقطة دي. يعني لو ضغطت سي انتر فقفل لي فين؟ قفل لي هنا، ما قفليش هنا اهو. تمام. يبقى هنا البرنامج بيتفعل معايا، او الديفولت بتاعه اللي هو بيقفل عند اخر نقطة انت بادئ منها. تمام. طيب لو عملت هنا اهو، عملت حددت كده ومسحت كده، انا عرفت ازاي ارسم خط عن طريق نقطة البداية ونقطة النهاية. طيب لو عايز ارسم خط عن طريق الاحداثيات بتاعتي، الاحداثيات بتاعتي انا عارف نقطة النهاية ونقطة البداية، وليكن حدد ال انتر كده، انا فعلت امر لاين، اقول له وليكن نقطة البداية بتبعد 20 اكس اهيت، وعايز ادخل 20 واي، يعني عايز امشيها باحداثياتي في اكس واحداثي واي. كان دخلت 20 بتاعة اكس، تمام، عايز ادخل 20 بتاعة واي، اقوم مدخل ضغط على الكومة او زرار اللي هو اقل من او الواو بالعربي، اما اضغط عليه فكده دخل لي، بيقول لي دخل لي احداثي واي، بيقول لي انت خلاص ال20 عليها اف، وعايز تحط احداثي واي، وليكن اقول له 20 كمان واي، اقوم ضغط انتر كده حدد لي نقطة البداية بتاعتي اهي، نقطة البداية اهي اللي هي كام، 20 اكس وعشرين واي. تمام. انا بضغط كده بسحب اهو، بكبر بالسكرو بتاعة الماوس وبسحب بان انا بضغط على السكرو وبحرك الشاشة معايا. يبقى انا كده 20 ديت نقطة البداية، 20 اكس وعشرين واي. طب عايز نقطة النهاية وليكن 30 اكس اهيت، عايز امشي بقى ايه 30 في اتجاه اكس، واقوم ضاغط واو 30 في او 40 في اتجاه واو، واقوم ضاغط اكس. يبقى كده عمل لي ايه، عمل لي مصغر، عمل لي الخط عن طريق نقطة البداية، عمل سكيب اللي انا طلعت اهو،
عمل لي خط عن طريق نقطة البداية اللي أنا كنت عارف أحداثيتها ونقطة النهاية، يعني كده ماشي لي إيه؟ ماشي لي لو جيت عملت سكيب أخد أمر لاين كده إيه؟ أنا مشيت علشان أجيب الخط ده أهوت، مشيت كام؟ مشيت في اتجاه واي أهوت 40، ومشيت في اتجاه إكس كام؟ مشيت في اتجاه إكس كام؟ 30. تمام. يبقى أنا كده عرفت إيه؟ أرسم الخط عن طريق الأحداثي نقطة البداية ونقطة النهاية. طيب عايز أرسم خط عن طريق طول وزاوية، يعني معايا خط عارف نقطة البداية، وليكن أضغط المسطرة اللي أنا معايا أمر لاين، وأدي نقطة البداية. عايز وليكن أرسم خط بطول 20 وزاوية 30، أعملها إزاي دي؟ أضغط الطول أول حاجة، أدخل الطول 20 أهو، بعد كده أدخل الزاوية. أنا كنت وأنا بدخل ده كده لو دخلته ده إحداثي إكس، طيب لو عملت واو أو كوما كده أنا بدخل إحداثي واو. طب عشان أدخل إحداثي الزاوية أقوم ضاغط إيه؟ شيفت واو. كده لما دخلت شيفت واو عمل لي ايه؟ بيقول لي دخل لي الزاوية بتاعته، اقول له وليكن كام؟ وليكن 30، واضغط انتر، كده رسم لي خط بطول 30 و بطول 20، اوقف على الخط بطول بتاعه 20 والزاوية 30. تمام. طيب لو انا عايز ارسم خط افقي وخط راسي مش مايل بزاوية معينة، يعني لو جيت اخد امر لاين عايز ارسم، لكن دي نقطة البداية، عايز ارسم خط افقي كده او خط راسي، اعملها ازاي؟ اجي تحت هنا عند زرار القرصة اهوت من شريط الادوات المساعدة، اجي على اضغط عند القرص دوت، اعمل لي ايه؟ بيديني اللي انا ارسم خطوط يا اما راسية يا اما افقية اهو. تمام اهو. ما بيرسمش معايا ايه؟ بزاوية. لما اروح كده انا اضغط على ده بيرسم لي بزاويه، بس انا ايه علشان امشي بيمشي ايه افقي وراسي بس. يبقى كده عرفنا قرص بيعمل ايه، بيعمل خطوط راسيه يا اما افقي، انما نظام البولر ان هو بيعمل ايه، بيدي لي الزاويه ومتفاعل معايا افعله، وهتكلم على زرار البولر ده بعدين، يعني امر البولر. تمام. يبقى كده عرفنا ان انا ارسم الخط عن طريق الطول وزاويه، نقطه البدايه ونقطه النهايه، وعن طريق الاحداثيات. طيب دي بالنسبه لامر لاين، يعني لو جيت ارسم مجموعه من الخطوط كده اهوت، بص هنا الخطوط نوت ايه، لو جيت تحدد ده وتحدد ده وتحدد ده وتحدد ده وتحدد ده، كل خط هنا لوحده. يعني ايه كل خط لوحده؟ يعني انا بحدد ده لوحده وبحدد ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده. طب انا لو عايز اضغط في اي مكان في الخط ده هوت يقوم كله متحدد مرة واحدة، يقوم كله متحدد مرة واحدة. طب ده اعمله ازاي؟ اعمله بامر البولي لاين. يبقى انا هعمل سكيب كده هوت، اخد امر بولي لاين، اضغط على البولي لاين وجيت اعمل خط كده، بيقول لي سبيسيفاي نيكست بوينت، بعمل له مجموعه من الخطوط اهوت. طيب تعال اضغط كده على امر بولي لاين في اي مكان، اتحدد معايا الامر كله، اتحدد معايا الخط كله. يبقى ايه الفرق ما بين اللاين والبولي لاين؟ اللاين اللي انا برسمه بيكون ايه، كل اوبجكت في اللاين او كل عنصر في اللاين بيكون ايه، بيكون لوحده، بمعنى اللي انا عشان احدده لازم اضغط عليه، اضغط عليه لوحده. انما البولي لاين علشان احدده لازم اضغط على الشكل، اي اضغط على اي مكان في الشكل كله. يبقى ده الفرق ما بين الايه، اللاين والبولي لاين. طيب في التحديد وانت بتعمل سيلكشن، لو جيت مثلا بتاخد كده من اليمين وعملت بوكس وماشي بيه او مستطيل وماشي بيه، البوكس ده لونه ايه؟ لونه اخضر. حدد كده امشي معايا، امشي بص اللي تحدد ايه، اللي تحدد معايا الشكل ده والخط ده والخط ده. طيب ان هو بيقول لك وانت بتحدد من اليمين اول ما تلمس الخط اتحدد معايا، بمعنى يعني انا اعمل سكيب كده اهوت، لو جيت حددت من هنا الخط المستطيل لونه ايه، لونه اخضر، اول ما تلمس العنصر، اول ما تلمس العنصر اهوت اللي انا حددته، لمست الايه، لمست الخط ده والخطين اللي فوق، اول ما لمستهم فاقوم اتحددوا معايا. طيب لو جيت حددت من الشمال، يبقى انا محدد من اليمين، اول ما تلمس العنصر، اول ما تلمس العنصر بيتحدد معايا، اعمل سكيب، لو جيت حددت من الشمال المستطيل لونه ايه، لونه ازرق. طيب علشان تحدد العنصر يعني لازم تعمل ايه، بص انا لمست الخطين دول، فبص كده شيل سي شيل، فعمل ايه، فمحددش معايا الخطين، اعملها تاني اهو، حدد امسك وحرك، فما تحددش معايا اهو، ما تحددش معايا الخطين. طب علشان تحدد من اتجاه الشمال ده تحدد ازاي، بص كده امسك وحرك، لازم تمر عن طريق الخط، لازم تقفل
لازم المستطيل اللي انت عامله لازم ايه يداري الخط اللي انت رسمه كله. يعني لو سبت كده اهوت كده ايه، حدد لي الخط ده لان انا عديت عليه كله او داريته كله، حدد تاني اهوت فايه حدد لي، بص انا عديت على الخط لسه ما عديتش اهو، لو سبت ما تحددش معايا. طيب عدي كده اهوت، اعمل تاني من الشمال وحدد، اول ما تحدد اعمل ايه، اول ما تعدي حدد معايا ايه الخط ده اهو، حدد اللي فوق. طيب لو كمان وانا بحدد بص اللي تحت ما تحددش معايا، ليه ما تحددش؟ لان العنصر ده هو نهايته فين؟ نهايته علشان احدده لازم امر هنا كده عند النهايه، بص اخر نقطه اللي هي دي علشان احدده لازم اعديها، اول ما تعديها يتحدد معايا، بص عديتها تحدد معايا، يبقى ده اتحدد معايا وده وده، انما ده ما اتحددش لان ده كان لسه فاضل فيه ايه؟ فاضل فيه جزء هنا ما مرتش بالخط، لازم ما مرتش ايه بطول الخط ده كله. تمام، يبقى ده ايه، ده التحديد عن طريق اللي انا بحدد من اليمين او عن طريق اللي انا بحدد من الشمال. تمام، لازم هنا عن طريق اليمين اول ما تلمس بيحدد، وهنا لازم من الشمال لازم تلمس الخط كله. يبقى ده كان ايه، ده كان اللاين والبولي لاين. طيب اختصار البولي لاين ده ايه؟ بص بي واي عمل لي ايه، بولي لاين. تمام اهو عامل بولي لاين. طيب في حاجة كمان، في حاجة كمان أعمل خط لاين أو خط لاين عن طريق حاجة كمان اللي هو إيه، الإكس لاين. إيه الإكس لاين ده؟ الإكس لاين ده يعني خط ما لا نهاية أو خط ممتد من ما لا نهاية، من السالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية، يعني ملوش لا طول، طوله إيه ما لا نهاية. طيب أرسمه إزاي ده؟ لو جيت عملت إكس لاين أو إكس إل اللي هو اختصار إكس لاين وضغطت إنتر، بيقول لي نوت إيه؟ بيقول لي specify a point or h o r او v e r او angle او b i section او او offset. احنا اللي هناخده من هوت او اللي مطلوب مننا في المحاضرة ديت اللي هناخده ال h o r وال v e r وال e n g. ايه الحاجات، الثلاث حاجات دول؟ الثلاث حاجات دي الاول اختيار اللي هو ايه، الهوريزونتال اختصار او اتش او ار اختصار ايه كلمه هوريزونتال، والفي اي ار اختصار الفيرتيكال، والاي ان جي اللي هي اختصار الانجل. لو انا عايز اعمل خط يعني عن طريق اللي هو ايه، يبقى الخط ده هوريزونتال، الخط ده هوريزونتال. طب اعمله ازاي؟ اقوم ضاغط على اتش انتر فكده عمل لي خط هوريزونتال، بيقول لي انت معاك خط اول، بيقول لي حط لي عايز تحطه فين، اقول له ليكن هنا اهو، ولسه الامر متفعل معايا وليكن هنا اهو، واقول له وليكن هنا اهو في اي مكان انت معاك ايه، معاك خط ممتد للملأ نهايه. طب عايز اخرج من الامر اقول له ايه، اعمل اسكيب. طيب اعمل، تعالى عايز اعمل خط فيرتيكال واقول له اكس لاين واقول له انتر، بيقول لي ايه، بيقول لي ان هو بيقول لي حط لي نقطه، عايز تحدد النقطه بتاعتك او عرف لي هو الخط ده فيرتيكال ولا هوريزونتال ولا انجل، اقول له المره دي في انتر اللي هو فيرتيكال واقول له وليكن الخط هنا اهو، ولسه متفاعل معايا اقدر احط اي خط كمان او اي مجموعه من الخطوط انا عايز. اعمل اسكيب وليكن عايز ارسم الخط بزاويه، اقول له اكس لاين اللي هو اكس ال اختصار اكس لاين، واقوم ضاغط انتر، اقوم المره دي انجل اقوم ايه انتر كده، بيقول لي دخل الزاويه بتاعتي وليكن اقول له زاويه 45 كده، بيقول لي انت معاك خط مايل بزاويه 45، بيقول لي حط انت عايز تحطه فين، ولكن اقول له انا عايز احطه هنا 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 في اي مكان انا عايز. طيب عملت اسكيب، لو عايز اعمل خط بزاويه سالب 45 اللي هو مايل العكس، اقول له اكس لاين اقوم ضاغط انتر، اقوم ضاغط بيقول لي نوت الزاويه، اقوم ضاغط على انجل ديت، او ممكن ان انا ايه اقوم ضاغط ايه انتر اللي هو اختصار انجل، وليكن اقول له سالب 45 وقوم ضغط انتر كده عمل لي خط مايل بالجهة العكسية. تمام كده، دي كده عرفنا ازاي نرسم مجموعة من الخطوط. اعمل كنترول ايه حدد كله واضغط ديليت كده، انا مسحت كل الشكل بتاعي. يبقى خلاص في المحاضرة دي اخدنا امر اللاين والبولي لاين والاكس لاين، وعرفنا الفرق ما بين التلاتة. في المحاضرة القادمة بإذن الله نكمل الأوامر بتاعتي، تزوروني ان شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.